من كيا تنافس هذه السيارة مثلا تويوتا رافور، تنافس هيونداي توسان، تنافس طبعا مازدا سيكس فايف، كذلك نيسان اكس تريل. في منافسين كثير في الساحة، وتقريبا أغلب الشركات يصنعون هذه الفئة من السيارات. السيارة حصلت على شكل جذري بالكامل. طبعا السيارة احتمال تجيب عدة محركات، لكن اللي أمامي حسب معلوماتي إنها 1.6 لتر، طبعا جي دي آي توربو، طبعا جير دبل كلتش 7 سرعات. أتوقع أن السيارة 180 حصان ما شاء الله تبارك الرحمن، دفع رباعي. طبعا هذا الشكل الجديد بالكامل. السيارة تيجي بسقف بانورامي، إضاءات LED. الشكل أنا صراحة ما راح أتكلم عن المواصفات كثر ما راح أتكلم عن الشكل الجديد، لأن أكيد في مواصفات كثيرة بتنزل في فئات مختلفة، احتمال في العرض مختلفة فعلا عن المواصفات اللي تجينا. لكن عموما هذا الشكل الجديد للإنارات، أنوار LED، عدستين، الحساسات الأمامية، الشبك الجديد، الهوية الجديدة، السبورتاج مع الإضاءات LED. طبعا هذا الدفع الثاني حيكون ب 2022، لان 2022 في من الدفع الاولى الشكل السابق برضو بالشعار السابق. هنا صار اللوجو الجديد للشركه كيا. ما شاء الله الكفرات من نوع نيكسن، الكفرات طبعا مقاسها 235 على 50، والجنط مقاس 19. طبعا الجنوط مكحله زي ما نلاحظ. طبعا هذه الجنوط الرفارف طبعا جاية في رفرف بلاستيك اللي هو نقدر نقول حقات الوحل أو الطين باللون الأسود اللماع. عندنا إشارات بالمراية، المرايات راكبة على أبواب السيارة. عندنا حناية العفش، الزيق الجانبي، شوفوا تصميم السيارة، لاحظ أنه ما فيها قزاز خلفي للشنطة الخلفية. هذا شكل السيارة مع الجنب. ننتقل للخلف، عندنا الجناح الخلفي، عندنا إضاءات الخلفية 4X، يعني زي ما كثير من الشركات لهم اسم نظام دفع زي هيونداي اتش تراك، زي مثلا مرسيدس بنز فورماتيك، بي ام دبليو اكس درايف، هنا اكس 4 اللي هو الدفع الرباعي من كيا. طبعا الشنطه الخلفيه كهربائيه على هذه الفئه، اكيد بتكون ذكيه. هذا حق تثبيت المقاعده الخلفيه. عندنا اناره LED، منفذ طاقه، مساحه تخزين، عفوا مش مساحه تخزين، هذه مساحه التخزين. عندنا سبير خلفي، ونسكر الشنطة الخلفية. صراحة كان ودي يكون عليه بطاقة كفاءة الطاقة، لكن أعتقد لأنها النسخة التجريبية فما راح يكون عليها حاليا. هذه السيارة من الداخل طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن، سلوفاكيا، تجميع سلوفاكيا، هي كوري لكن تجميع دولة سلوفاكيا كالجيل السابق. ما شاء الله تبارك الرحمن، المقاعد جلد، ومن فوق هنا في كانتارا، شيء جميل صراحة. ونلاحظ ان الكرسي هذا يقدر الراكب الخلفي يحركه من عنده. هنا الصف الخلفي، تسخين المقاعد الخلفيه، بس ما اقدر اضمن لكم هل هي المواصفات نفسها اللي حتيجي بسوقنا او لا. يا جماعه الخير ممكن هذه نسخه تجريبيه فقط. طبعا زي ما ذكرنا الكرسي مقدمه والرجعه من هنا. معك جاكيت، معك شماغ ممكن تثبته بهذه الاماكن، اتوقع تكون الفئات العاليه. برضه كنتارا موجود هنا، تكاب الوسط بحملات اكواب، فتحات تكييف، وما في منافذ طاقه هنا لانها جايه هنا زي ما تلاحظون، منفذين طاقه في المراتب هذه. طبعا تسخين المقاعد الخلفيه زي ما ذكرنا ما نقدر نضمنها، لكن عموما العسار القدامي موجود فيها. كرسي السائق كهربائي مربوط بذاكره التخزين. بسم الله ما شاء الله. طيب عندنا زجاج كهربائي بالكامل، مرايا كهربائية بخاصية الطي، ونلاحظ فيها وجود النقطة العمياء. فتح الشنطة الخلفية كهربائيا، التراكشن والجلنط الكهربائي. هذا هو دركسون السيارة، مكس بالجلد، الثلاثي التصميم، الرادار، تحديد المسار موجود فيها، كذلك طبعا فيها الرد على المكالمات، الأوامر الصوتية. عندنا المود حق طبعا لون الشاشة، طبعا جاي جاي طبعا لون السيارة جاي شاشة، بس ما ادري صراحة هل فيها كاميرات محتية؟ لا، كاميرا خلفية الفئة هذه، ما ادري فيها كاميرات محتية ولا لا، في فئة بتجي ولا لا. عموما هذا الشنطة الخلفية، تراكشن، جلنط كهربائي، واكيد الجلنط الكهربائي يدعم الخاصية الاوتو هولد.
طبعا طبلون السيارة شاشة، للأسف كاميرا وحيدة على هذه الفئة، ما أدري هل بينزلوا هذه الفئة العالية ولا لا. عندنا هذه شاشة السيارة شاشة عملاقة ما شاء الله تبارك الرحمن، وهنا زر اختصارات تبغى الماب ولا آخره، زي ما قلنا من كاميرا خلفية وحيدة، لكن أتوقع إن شاء الله إنه بيجي فيها شيء فل كاميرات. الأوتو الأنوار تلقائي بالنهار تطفي بالليل تشتغل، عصام مساحات الزجاج وفيها حساس للمطر، أوامر صوتية إلى آخره، كل هذه المواصفات موجودة. لكن متابعين الكرام والله جد يعني أخاف أقول لكم هذه النسخة بتجي ما تجي، وأخاف أقول لكم هذه أعلى شيء ويجي فيه شيء أعلى منها. فنحن بس قاعدين نصور التصميم، نصور المواصفات عشان نستمتع بالكيا سبورتاج الجيل الجديد. طبعا يعطيهم العافية الشركة كيا الجبر اللي كان لهم تواجد أو يعني متواجدين ما شاء الله بشكل قوي طبعا في الأوتوفيل بالرياض، زر التشغيل الذكي، تبريد تسخين المقاعد الأمامية، تسخين الدركسون، الجير أوتوماتيك زي ما قلنا، دبل كلتش 7 سرعات، نظام المنحدرات، الأوتو هولد اللي شغل الكاميرا الخلفية، عندنا حساسات، درايف مود، نورمال إيكو سبورت، واللوك حق الدفع الرباعي. حملات الكوع بعد 2، ولاحظوا الحركة الجميلة، شوفوا كيف، عشان تستخدمها كمساحة، وإذا معاك كوب ولا شيء برضو استخدمها كحاملات أكواب. تكابل وسط من مساحة تخزين. المراية الداخلية تأتي مع أنوار سقف LED، شوفوا هذه كل أنوار LED موجودة بالسيارة، والشمسات فيها مراية مع إنارة هيلوجين. الأمن والسلامة فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباقات أمامية وجانبية، وعدد 5 حزمات أمان، نقطة العمير والرادار، تنبيه خروج على المسار، كلها موجودة بالسيارة، تنبيه ما قبل الصدام. لكن متابعيني الكرام زي ما قلت لكم هذه بس سيارة العرض، راح نشوف إن شاء الله مع الأيام القادمة الفئات كلها اللي تنزل نشوف تعرف عليها ونصورها لكم بالكامل ونعطيكم تفاصيل عنها أكثر وأكثر وأكثر. طولت عليكم والسلام عليكم ورحمة الله. ولا ننسى أن زي ما قلت لكم المحرك ممكن يجي 1600 2000، كثير محركات راح نشوفها بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.